ومعنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من الدوحة دكتور أحمد كسار الإعلامي والصحفي والعراقي. مرحبا بك دكتور أحمد. منظمة صوتنا أكدت أن آلاف الجثث ما زالت تحت أنقاض الموصل، كيف ترى تعامل الحكومة في العراق مع أزمة الموصل؟ أهلا بك. في الحقيقة هذه الأزمة المتفاقمة التي لم تهدأ حتى بعد ما يسمى التحرير، ما زالت المشاكل عالقة، وحلت القوات الأمنية ما يسمى يعني محاربة الإرهاب، وتركت الوضع على ما هو عليه يتفاقم في كل أصعدته فيما بعد التحرير. فلذلك مدينة الموصل وغيرها من المدن العراقية تشهد من خلال سوء الأداء الحكومي والفساد المالي والإداري ما لا يخفى على الجميع في كافة الأصعدة على المستوى الطبي وغيره. نعم. طيب، مع هذا الأداء كيف يمكن قبول مطالبات الحكومة في العراق للنازحين بالعودة إلى مناطقهم؟ العودة على أي أساس؟ وحتى العودة أصبحت الآن مشروطة. هؤلاء يرجعون إلى مدينتهم وهؤلاء لا يرجعون، هؤلاء يرجعون بنسبة كذا والباقي لا يرجعون. وحتى المدن التي رجع إليها النازحون مدن كانت موبوءة بأمراض ويعني غير مؤهلة للسكن، فبالتالي بدأ الناس على حسابهم الشخصي بتنظيف مدنهم وإعادة الحياة إليهم، وحتى إلى الآن هذه المدن لم تخدم يعني مدنيا. أين الكهرباء؟ أين الماء؟ أين الوضع الصحي؟ أين الخدمات الأخرى التي تجهز للمواطن العراقي؟ معلومات انتشار مرض السل في المدن العراقية وكذلك مرض الجرب في مخيمات النازحين بالأنبار يطرح سؤالا عن تعامل الحكومة في العراق مع هذه الأمراض السل والجرب، مع حديث عن تقاعسها لمكافحة هذه الأوبئة. نعم، حقيقة هذه من التقارير العالمية التي صدرت والدولية والمحلية التي صدرت وتنادي بارتفاع معدلات الإصابة بهذه الأمراض، معها الكولوريا والملاريا والسل والتيفوئيد، وكلها كما لا يخفى عليك هي بسبب الأمراض المتنقلة بالماء، فالماء غير صالح للشرب البشري في العراق، فبالتالي هذا ما توفره الحكومة من 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 بس السموم وليس بس الماء الصحي للناس، وكذلك ما ينتج من عدم العناية بالصرف الصحي وتعقيم المياه للزياد مثل هذه الأوبئة والطواعين المعاصرة. فبالتالي نحن أمام أمراض قد قضى عليها العراق في الفترة السابقة وهي تعود بقوة في العصر الراهن. لجنة الهجرة والمهجرين النيابية ذكرت أن 90% من أموال النازحين تسرق. مع استمرار الحكومة في هذا النهج، ما توقعاتك لردود الفعل الشعبية؟ هذا جزء من الفساد المالي والإداري في العراق، ولكن المؤسف أنه يصل الفساد والسرقة والتجاوز المالي على مخصصات النازحين، هؤلاء القابعين في الخيم أو هؤلاء القابعين في البيوت المهدمة، هؤلاء الراجعين إلى مناطق غير مؤهلة للسكن، هؤلاء هم أحق بهذه الدنانير والألوف والدولارات، فبالتالي سرقتها هي من أشد أنواع السرقة في العراق، فمصالح الناس هذه يجب أن تقدم ولا يؤخذ منها شيء. حتى الحكومة العراقية تشترط على الأعمال الخيرية نسبة معينة 20% 10% تأخذها والباقي يوزع، بأي حق تأخذ هذه النسب من أموال النازحين فضلا عما يعانيه النازحون كما تفضلت في تقريرك بمرحلة وصول الجرب إلى 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 أطفالهم ويعني أحوالهم المأساوية، فعن أي يعني حقوق يتحدثون؟ شكرا جزيلا لك. هاتفيا من الدوحة دكتور أحمد كسار إعلامي والصحفي العراقي.